النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محورها كالتالي: استمرار الطقس الصيفي الاعتيادي، أيضا طقس رطب ليلا على الجبال خلال الأيام القادمة، وأيضا أتربة مثارة بفعل رياح نشطة في شرق المملكة بشكل يومي. ننتقل الآن إلى صور رقمها الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح هذا اليوم. يلاحظ خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم وعموم منطقة بلاد الشام، باستثناء بعض الغيوم العالية فوق شمال فلسطين وأيضا فوق أجزاء من لبنان وشمال غرب سوريا، هي عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. عدا ذلك كما ذكرنا هذا طقس مشمس في باقي المناطق. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية من الثلاثاء وحتى الخميس. لاحظ استمرار لسيطرة الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الاعتيادية في عموم منطقة شرق البحر المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام، هي التي تعمل على جعل الأجواء صيفية اعتيادية ودرجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام طيلة هذا الأسبوع، طيلة الأسبوع الحالي. بالانتقال الآن إلى خرائط توزيع هبات الرياح المتوقعة من الأربعاء إلى الخميس، يلاحظ هبوب لرياح غربية في عموم مناطق المملكة تنشط مع ساعات الظهيرة والعصر، خاصة في المنطقة الشرقية تحديدا منطقة الصفا والأزرق، حيث تكون تترافق مع هبات نشطة تلامس سرعتها 60 كم في الساعة. هذه الرياح تعمل على إثارة الأتربة والغبار. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 21 درجة مئوية مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال 3 أيام القادمة، طقس صيفي اعتيادي، درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام 29 درجة مئوية كحرارة عظمى يومي الأربعاء والخميس. أما ليلا يكون طقس لطيف 19 درجة مئوية فقط متوقعة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، لكن اعتبارا من يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة 31 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.